عليكم عزيزي الطالب وحلقة جديدة من تدريس اللغة الإنجليزية لسادس ابتدائي. طبعاً اليوم الفيديو يخص السادس ابتدائي اليونت 2 لسن 1 اليونت 2 لسن 1. العنوان It's made of يعني إنه مصنوع من. طبعاً الإت هي فاعل لغير العاقل المفرد، والإز بالاختصار تصير إتس، وإذا كان يعني جمع هواية مو واحد فthey are يصير، إذا مفرد it is، وإذا يعني جمع they are. طبعا هو الكلام كله عن هاي الصور، هي بالامتحان ما تجيك صورة، بس المفردات مهمة ولازم ناخذها. المهم إنه أنت تحفظ made of اللي هو مصنوع من، مثل ينطيك الشيء ويقول لك مصنوع منين، made of معناها مصنوع من، هذه الكلمة تكتب بالدفتر وتحفظ المعنى مالتها. فهنا منطين صور ومنطين العبارات مالتها يعني اللي تخصها مصنوعة من شنو، يعني للطالب حتى يحفظها يكتبها بالدفتر. هنا يعني هسه شوفوا هذه بالبداية اللي هو تيشيرت، شيرت يعني هنا سويتر يعني مثل البلوز، هنا أنا اللي هو بوتس جمع، ليش حطينا اس لان اثنين فردين. هنا أنا جينز اللي هو البنطلون الكوباي، هنا أنا رين بوتس اللي هو يعتبر مطري لكن هم جمع، هنا الملعقة اللي هي سبون، هنا أنا السوسبان اللي هو القدر او يعني المقلاية او يعني مالت القدر مالت الطبخ، هنا أنا سوسبان. هنا جاك اللي هو القدح او يعني الدولكة فيسموها جاك. هنا ايش منطيك؟ هنا منطيك المعنى منين made of يعني منين مصنوعات. مثلا هسه عندك glass جاك اللي هو القدح، هذا هنا شوفوا 8. عندك الوود wooden spoon هاي الملعقة اللي هي من الخشب، لان wood معناها خشب، glass معناها زجاج. زين عندك هنا leather boots هذا اللي هو من الجلد، البوتس من الجلد. زين هنا metal suspan المعدن يعني هاي. هنا عندي rubber rain boots، هنا البوت المطري من الربر هذا هنا المطاط. عندي woolen sweater هنا هذا، وعندي قطن تيشيرت هذا القطن تيشيرت، وعندي دينام جينز البنطلون اللي هو بنطلون اللي هو كوباي يصير، او يصير يسموه قطني او هو كوبا. هذني يعني هاي العبارات مهمة جدا اللي هو دي يقول لك مصنوعة منين، فهاي عباراتها اللي هي مصنوعة من يمها. اذا مفرد مثل يعني هذا it is، إذا جمع مثل يعني هذا بيعني زوج there are made of مصنوع من، there are made of مصنوع من. زين نجي هنا لنأخذ نكمل. هنا هسه عندك البيج 23 الصور، كذلك صور ومصنوعة من شنو، made of، it's made of or they are made of. هنا منطيك نايف سكين فورك اللي هي شوكة، آن سبون اللي هي ملعقة فمصنوعة من الميتال اللي هو المعدن، ميتال اللي هو المعدن. هنا الشوز اللي هي حذاء، شوز حذاء من الليذر الجلد. هنا gloves اللي هي جفوف مصنوعة من الوول اللي هو الصوف. دريس اللي هو الفستان made of cotton مصنوع من القطن. هنا البنسل كيس اللي هي المحفظة الخشب شوفوها مصنوعة من made of wood. هنا بانز اللي هي هذه المطاط مصنوعة من الربر. هنا البطل يعني بوتل شوفوا made of glass من الزجاج. واخيرا جاكيت هذا تشوفونه كوباي جاكيت
من جينا، من جينا، مصنوع من الجينا. هذه الصور والكلمات شلون مصنوعه من يمين يمها. كانت الصفحه 22 وصفحه 23 تحكي عن الميد اوف اللي هو مصنوع من، اما تقول it is its يعني كمفرد او they are كجمع. نروح للصفحه اللي بعدها. هنا صفحه 24 listen 2. طبعا هذا اليونت 2، هنا عند listen 2 والعنوان at the mall، في المول، at the mall في المول. فقطعة هنا عندك ورح نقراها ونترجمها حتى إذا أجت أسئلة عليها بالوزارة أنت تقدر تجاوب. فانتبه لعزيزي الطالب، listen and read يعني اسمع وأقرأ. It's Saturday، إنه السبت. And we are at the mall، ونحن في المول. I'm with my mom and dad، أنا مع أمي وأبي، يعني مام إحنا خلناها باليونت 1، مام ودات. My big sister، أختي الكبيرة دانيا. And a little brother عمار، وأخوي الصغير هو عمار. There are، فانتبولي there are و there is. There are يوجد بالجمع و there is يوجد بالمفرد. فهنا كاتبي لك there are lots، يوجد كثير of shops، shops من الدكاكين on different floors، ومختلف الطوابق. We need to decide، نريد نحتاج أن نقرر where to go، أين نذهب. We are going to buy some clothes، نذهب لنشتري بعض الملابس. And I hope، وأتمنى. We are going to the coffee، اللي هي المقهى، for ice cream، لأشتري أو اللي بيها آيس كريم. هذه شنو؟ هذه قطعة ترجمتها إليك، خاف تجي بالامتحان أو مثلا يمكن يجيبوها قطعة خارجية وأسئلة وأجوبة عليها. فخلينا ناخذ المفردات الموجودة لأن هي تخص المحلات وأنواع المشتريات الموجودة بالمحل. هنا عندك مجموعة من المحلات، يعني عناوين محلات اللي يعني يبيعون الأشياء المختلفة. فكل غرفة مثل هذا، شلون الرسم هذا، كل غرفة خاص بنوع من الأشياء اللي بيعوها. بس يعني بالامتحان هو ما حيجيك يعني هالشكل، تجيك محلات وأنت تبيع أو شيء، بس المفردات إحنا لازم شنو، لازم نحفظها. فعندك هنا means fashion اللي هي أزياء وملابس للرجال. هنا عندك home cooking أدوات المطبخ للبيع، يعني عندك هنا كوفي اللي هو المقهى، سوبر ماركت اللي هي الأسواق أو الدكان، بلاي إيريا مساحة أو ساحة للعب، آي تي أند كمبيوتينج اللي هي حاسبات أو الحسابات، وومن فاشون اللي هي ملابس أو أزياء النساء، وهنا عندي تشيلدرنز فاشون اللي هي أزياء لملابس الأطفال. هاي تكتب بالدفتر وترجمها يعني حتى يعني maybe ربما يعني تجيك وصل ما توصل بيناتهن، أو مثلا يجيك على شكل فراغ بالامتحان الوزاري. هسه نروح للصفحة اللي بعدها. هنا صفحة 26 وهنا listen 3، طبعا جدا مهم. can I help you، أستطيع مساعدتك يعني. فانتبه لي هاي الكلمات أو العبارات الموجودة باللون الأخضر. leather boots please، نفس اللي أشرحناه قبل شوية، إنه boots جلد وبليز اللي أنت محتاجة مثلاً. اثنين my school uniform is blue، يعني زي المدرسة مالتي لونه الأزرق. هنا medium، طبعا هنا مأشر على الكتاب هواية ولهذا السبب يعني من كلش واضح medium اللي هي يعني الوسط. I'd like a banana von، بيحكي عن الفون. زين how much، كم السعر، is this one، هذا يعني كم سعر هذه، كم سعر هذه. how much is the this one، كم يعني السعر. هنا it's too big، انه جدا كبير. هنا a metal one with glass lid، يعني
القدح اللي القبق مالته يعني هذا الفوق الغلاف يكون زجاج. It's too expensive انه جدا غالي. وهنا السايز اللي هو الحجم 37. فخلنا ناخذ الاولى يعني اوضحها لكم الاولى. وهنا يعني انا مسويت لك الحل يعني هاي الاولى هاي الثانيه وترجمتها لك. بس خلنا ناخذ لك كمثال الاولى. Can I help you؟ استطيع مساعدتك؟ Yes please. نعم. I'm looking for the suspan. انا ابحث عن القدح يعني عن هذا. What sort of suspan would you like؟ ما نوع القدر الذي انت تريده؟ فوين راح اروح؟ اروح هنا ميتر اللي هو المعدن one with a glass lid. شوف هنا أنا. How about this one؟ How about this one؟ كيف يكون هذا؟ فأكيد راح أقول لك it's too big. هاي it's too big إنه كبير جدا. هنا عم سويت هاي لكاني ثانية. I'd like banana von. أنت من تشوف الفون بالثانية هاي الفون موجودة. من تشوف السكول موجودة السكول وياها. بس طيتك مثال الأولى وهنا الحل أنا كاتبته لك. أروح للورقة اللي بعدها. هنا عزيزي الطالب. صفحة 27. طبعا قواعد يعني مهمة جدا. لازم يعني أوضحها لك ولازم أنت تحفظها. تختلف عن باقي الموجودات لأن شنو بقاعدة. القاعدة اللي هي this هذا للقريب وذات هذا للبعيد. إذا عندك this أسماء الإشارة this وذات للمفرد القريب وللمفرد البعيد هذا. بالجمع مالتها these وthose. those للجمع طبعا هؤلاء للقريب. those للجمع هؤلاء بس للبعيد. يعني هذني لازم تكتبهن بالدفتر وتحفظهن اسمهن أسماء الإشارة. هنا للمفرد لكن القريب والبعيد ومعناها هذا. وهنا للجمع للقريب والبعيد ومعناها هؤلاء. ومطيك هنا كمثال عليهن. Can I help you؟ هاي العبارة يعني أخذناها بالدرس اللي قبله. Can I help you؟ أستطيع مساعدتك. فهنا مثلا Yes please I'm looking for a dress. يعني أنا أبحث عن الفستان. هناك هنا This is very nice. شوف هاي this وراها is يجي لكن this with those يجي وراها are. This is very nice. It's the new fashion. إنه نوعية جديدة يعني أو أزياء جديدة. This is. This اسم إشارة يجي ويل is. يعني هو المقصود بهاي الجملة اللي هي this. Yes but this is too. يعني وهذا هاي أيضا هم يريته. I see. نعم أنا يعني أشوف. What about that؟ ماذا عن ذلك يعني؟ هذا اللي هو للبعيد ذات للبعيد وأشرب أصبعها. Yes I like that it's أريد يعني هذا. What size are size are you أو مثل الحجم اللي أنت تريده. فهاي العبارة شبيهة بها this with that. This with that اللي هي للإشارة لكن للمفرد اللي يجي بعدهن is لأنها للمفرد. هذه الصورة للجمع. الصورة اللي اخذتها فوق تكون للمفرد this و that لكن هنا صورة تكون للجمع. فهنا انتبه لي anything else مثل او هنا yes can I help you yes please I'm looking for some boots. شوفوا boots اللي هي جمع اللي هي جمع. فهنا انا كاتبت لي these are. شوفوا these شي جي وراها are مو is لان جمع. very nice boots نفس الكلام nice boots they're boots. They are the new fashion إنه نوع جديد. Yes but these are two وهذا أيضا أريد أشوفه these. إذن هو these للقريب لكن للجمع ويجي بعدها ال are. I see what about those. شوفوا those اللي هو البعيد. Those اللي هو البعيد. استخدامنا ال are ويا ال are ويا الجمع. These with those. Those للقريب و these للقريب و those للبعيد. للجمع أسماء الإشارة يجي وياها الـ are لكن this with that يجي وياها الـ is. هسه أروح للصفحة اللي بعدها. هنا opposite اللي هو المعاكسات. Opposite اللي هو المعاكسات. Listen for. وهنا عندي البيج هو 28 اللي هو 28. معاكسات مهمة جدا أكيد راح تجيك بالامتحان الوزاري. الهارد صلب سوفت أكيد لين. هارد سوفت صلب ولين.
plain colorful، plain سادة، colorful اللي هو ملون، plain colorful. cheap expensive، cheap رخيص، expensive غالي، cheap expensive. thick اللي هو سميك، وthin اللي هو رفيع. زين، بعد light اللي هو خفيف، والthick هو ضخيم. long طويل، وshort قصير. راح أعيد لك قرايتين، معاكسات مهمة جدا عزيزي طالب تجيك بالامتحان. hard soft plain colorful cheap expensive thick thin light thick long.